بارت 2. طب انا دلوقتي الانزيم اشتغل وقطع، ايه اللي هيحصل بعد القطع؟ ايه هو ناتج القطع؟ products of restriction enzyme، ما هو نواتج انزيمات القطع؟ نواتج انزيمات القطع هي قطع من الـ DNA مختلفة الاطوال بنهايات، يا اما تكون sticky or blunt. هو الموضوع بيصعب ليه كده؟ ابدا. يعني ادي شريطين الـ DNA، ده الـ DNA، فبقول لما انزيمات القطع بتشتغل يا اما تقص النص بالنص كأنك جايب مقص بيقطع فوق وبيقطع تحت في نفس المكان، كأنك جايب خيط او قماش ومسكت المقص وقصيت من فوق زي ما قصيت من تحت، يا اما تقص بمورب، تمام، بوربة. يعني ايه؟ لو انت قصيت بالنص بالنص دي اسمها نهايات حادة او نهايات متساوية، فبسميها plant ends، نهايات متساوية. لو انت قصيت بالمنظر ده، هنا قاعدة شريط من فوق، خليك في الشريط اللي فوق، هنا بتقص مكان قاعدة وهنا شريط طرف بيسموه يتدلى او متدلي، طرف متدلي ستيكي اندس، تمام. الطرف المتدلي ده دايما بيكون عبارة عن اربع قواعد، اوكي. لو بصينا على الشريط اللي تحت برضو، هنا سنجل بيس قاعدة واحدة وطرف متدلي من الناحية التانية فيه اربع قواعد. القصة دي اسمها قصة الستيكي اندس او القصة اللزجة او القصة الملصقة، والطرف اللي هو الزيادة ده بنسميه طرف اوفرهانج، طرف متدلي دايما بيكون فيه اربع قواعد. ليه بقى؟ لان انا ده بالمنظر ده في الستيكي اندس، تمام. لو فاكرين هرجع لكم بالسلايد كتير خالص كده، ثواني. لو فاكرين الرسمة دي، شايفين هنا كنا قصين وبعدين راح عمل ايه هنا؟ كتب لك كلمة sticky ends، ادي الطرف المتدلي هنا overhang، ولما فتح هنا في البلازمايت عمل sticky ends. فبيه اللي بيحصل لما تيجي الستيكي اند دي مع الستيكي اند دي بيبقى سهل جدا في الارتباط. يعني حتى لما لو الانزيم قص بلانت، لا احنا الافضل عندنا تكون ان هي الستيكي اند بتكون نهايات ملصقة، وسهل جدا في ان هي يحصل عندي التصاق بسرعة. يبقى انا عندي هنا قاعدة اساسية بيقول لك في العموم لازم تكون عارف ان الدي ان ايه مولكيولز الشريطين لازم يكونوا متقطعين بنفس الانزيم، تمام. ليه؟ علشان يبقى سهل ان هما يلزقوا مع بعض، تمام. النهايات اللي هتطلع يا اما هتكون ستيكي اند او بلانت اند، تمام. بيعرف البلانت اند بيقول ان هي بيكون قطع بعض الانزيمات اللي هي الاندونيوكليز، خلاص اللي عرفنا تعرفها، بتعمل حاجه اسمها سيمبل دبل ستراندد ستريت كات، يعني قطع مزدوج ان ذا ميدل اوف ريكوجنيشن سايت، داخل وسط الريكوجنيشن سايت اللي هو مكان المرايه اللي كنا بنقول عليها، اللي هو المكان اللي بعديها بيحصل مقابل للي قبليها، بيقص من فوق وبيقص من تحت في نفس المكان وبيتكون عندي نهايات حاده او نهايات متساويه. طيب ده البلانت اند. بالنسبه للستيكي اند، الستيكي اند بنقول ان دي ان ايه بيتقطع ببعض انزيمات القطع اللي في الاخر بيخلي نهايه وان ستراند اوفر هانجنج تو ذا اذر. يعني ايه؟ يعني واحد منهم من الشريطين بيكون متدلي عن الاخر وبيكون بيحتوي على 4 NT، يعني 4 نيوكليوتايد سنجل ستراند فريجمنت، تمام، اللي هو يعني شريط سنجل ستراند، شريط مفرد، تمام. الاوفر هانجنج اللي هو التدلي دوت بيخلي الري اتاتشنج تو اذر اند از فيري ايزي، يعني بيخلي الاوفر هانج اللي هو الطرف المتدلي ده بيخلي عمليه الالتصاق بعد كده اسهل جدا، تمام. ده ليك عليه اسئله لو حبيتوا تدخلوا تحلوا MCQ على اللي انا شرحته في الجزء ده. طيب عندي بقى حاجة مهمة جدا، ازاي احسب احتمالية تواجد الريستريكشن سايت على الدي ان اي. يعني انا قلت لك معايا انزيم فلاني هيقطع الدي ان اي ده، تمام، يبقى كام مرة هيقطع، حلو، او كام موقع هيلاقي، الله، من قبل ما يشتغل، بعمليات حسابيه لو حفظتها او فهمتها هتلاقيها سهله جدا. يبقى calculation of probability of occurrence of restriction site in DNA، حساب احتماليه تواجد الموقع القطع على شريط الدي ان اي. بصوا سهله جدا، بلاش كلام كتير، هندخل على الفعل على طول. هتركز معايا، هتبص على المساله،
تشوف الموقع ده بيتكون من كام بيز، هل من 4 ولا 6 ولا 8. يبقى هو في المسألة يجيب لك الموقع تعد عدد القواعد، هو 4 ولا 6 ولا 8، وتمشي على قاعدة بتقول البروبابيليتي بتساوي 1/4 أس إن. الله، انت ايه اللي جبتي ده كله؟ 1/4 يعني ايه 1/4؟ 1/4 ان احنا هنا دي منطقة احتمال دلوقتي هيبقى فيها الكوجنيشن سايت، موقع تعارف، احتمال ان هو يكون مكون من القاعدة ايه، ممكن يكون ايه او تي او جي او سي، فاحتمال ان هي تكون 1 من الـ4 دول. طيب التي هنا في المكان ده احتمال يكون الاي او التي او الجي او سي، فاحتمال تكون 1 من الـ4 دول، وهكذا الجي وهكذا السي. يبقى كل واحدة احتمال ان هي تكون موجودة في المكان ده احتمال 1/4، يعني احتمال ان هي تكون 1 من الـ4 دول. فقال لك ايه؟ قال لك خلاص هنمشي بقانون بيقول ان الاحتمالية بتساوي 1/4 الكل ان، تمام اهي. يعني مثلا موقع زي ده جي اي اي تي تي سي، انا عايز اعرف الموقع ده هيتكرر كل قد ايه او هيكون موجود كل قد ايه. طيب مش احتمالية تواجد الجي بنسبة 1/4؟ طب والايه هنا بنسبة 1/4؟ والايه هنا بنسبة 1/4؟ والتي هكذا والتي هكذا والسي هكذا. لو ضربتهم في بعض يبقى 1/4 في 1/4 في ربع في ربع في ربع في ربع في ربع. طب ما خلاص ادم هم كلهم متساويين في الاحتمالية، طب ما انا اقول 1/4 الكل ان بس بدل ما اقعد اضرب، تمام. طيب مين هي الان؟ هي عدد القواعد اللي موجوده في الريستريكشن سايت. هل هي هو الموقع ده بيتكون من 4 قواعد ولا 6 قواعد ولا 8 قواعد؟ طب انت يا دكتوره كنت حاطه الان دلوقتي ربع الكل ان، ورجعتي هنا حطيتي 1/4 الكل ان، لان انت لو فكيت القوس ده فواحد اس ان على 4 اس ان، 1 اس ان بواحد ان شاء الله، 1 أس مليون بواحد، 4 أس إن هي اللي هتفرق معايا. يبقى هنا البروبابيليتي احتمالية ان انا الاقي الموقع ده بـ1/4 أس إن. مين هي الان؟ هي الان بعدد القواعد اللي موجودة في الموقع، هل هي 2 ولا 4 ولا 6 ولا 8. ده مثال موقع جي اي اي تي تي سي، هتقول لي البروبابيليتي بتساوي بي 1/4 أس إن، يعني هنا كام قاعدة؟ هنا 6. عد معايا كده، ادي 1 2 3 4 5 6، يبقى 1/4 أس 6 بـ1/4096. يبقى انت هتلاقي موقع كل 4096 قاعدة، او بيقول لك هنا كل 4096 قاعدة احتمال تلاقي الكومباينيشن ده من النيوكليوتايد، تمام. من امثلة بقى مشكلة الجزئية دي ان تحس ان المسألة صعبة جدا والكلام كتير وانا مش فاهم حاجة، وانا اصلا ما كنتش خريج حيوي ولا خريج بيولوجي، وكنت كيمياء فيزياء ولا كيمياء سبيشال او ايا كان، او كنت ثانوية عامة علم رياضة، فانا حاسس ان الكلام مخوفني، انا مش عارف احل عشان اصلا انا خايف المسألة. ما تخافش، سهل عليك الدنيا. The restriction endonuclease هند 3، خلاص انزيم قاطع اسمه هند 3، بيتعرف على موقع مكون من A A G C T T، يعني كم قاعدة دول؟ 6. سهلت عليا الدنيا. بيقول لك ان الجينومك دي ان ايه سيكونس، يعني الجينوم بتاع الدي ان ده بيتقطع بالهند 3 ده، حلو. What will be the average size of fragment produced، يعني القطعة اللي هتنتج هتبقى بتحتوي على كام قاعدة، يعني ايه؟ يعني معناها هو هيقطع كل قد ايه؟ ما هو هيقطع، افرض بيقطع كل 1000 متر لو هي عربية بتمشي، يبقى كل 1000 متر دي تمام، والطريق مثلا 20000، يبقى انت كل 1000 متر تعتبر فريجمنت، قطعة مسافة مشيها، تمام. طيب يبقى الحل هتقول ان انت الريستريكشن سايت ده بيتكون من 6 بيز، البروبابيليتي بتساوي 1/4 أس 6، لان احنا قلنا البروبابيليتي 1/4 أس إن اللي هي 4 أس 6، يبقى 1/4096. يبقى الفريجمنت سايز اللي هتطلع، الناتج اللي هيتقص بـ4096 بيز بير بس. يبقى المسألة ما نخافش منها، هناخد مسألة كلامها اصعب. قبل ما ناخدها ممكن يلعب عليك، يقول لك ايه؟ احسب لي عدد المواقع اللي موجودة في الشريط ده. يعني ايه؟ يعني هيدي لك جينوم سايز بيساوي مثلا رقم،
ويقول لك احسب لي هو الانزيم ده هيقطع كل قد ايه. خلاص سهل، اديني يا عم القانون انا همشي عليه على طول. القانون بيقول ال number of possible sites بيساوي ال size of genome في ال b probability. وناخد بالنا هو مكاتب ايه in fraction. يعني ايه in fraction؟ يعني بالكسر، يعني تقول واحد على كذا، مش تقول بقى مثلا 4096، لا واحد على 4000 لازم كده. ليه بقى؟ لان هي تعتبر، انا لو قلت لك مثلا انت عندك راكب العربية بتاعتك وبتفول او بتدخل محطة بنزين، المحطة دي كل 100 متر ولازم تعدي عليهم كلهم، وانت هتمشي مسافة 1000 متر. فسؤال ده تالتة ابتدائي دلوقتي بنذاكره لابني، لو انت مثلا عندك مسافة 100 متر وهتقف عند محل كل 100، قصدي عندك مسافة 1000 متر وهتقف عند محل كل 100 متر، يبقى انت هتقف على كام محل؟ سهل، هتجيب ال 1000 متر تقسمها على ال 100 متر هيطلع لك 10 محلات. مسألة قسمة، أبسط مسائل في القسمة. هي نفس الحكاية هنا، انت عندك جينوم سايز حجمه 1000، حلو، واحتمال الريكوجنيشن انزيم او الريستريكشن انزيم يقطع كل 100، حلو. فتعمل ايه؟ سهل، هتجيب الجينوم سايز وتقسمه على 100، تمام. بس انت بتقولي هنا في القانون بيقول لك في نمبر اوف بوسيبل سايز سايتس بتساوي سايز اوف جينوم في البروبابيلتي، بس خد بالك ان فراكشن يعني واحد على الرقم، يعني كانك بتقول السايز اوف جينوم على الرقم مباشره. طب ادينا امثله عشان احنا كده نفهم اسرع. Determine the probability of finding a site of enzyme اسمه A1، يعني حد حاول تحدد احتمالية ان انت هتلاقي restriction site. بيتكون بقى من ايه؟ اربع قواعد A, G, C, T، تمام؟ في بكتيريا الجينوم بيساوي السايز بتاعه 6 × 10^6. الله، والموضوع صعب؟ لا، ده حسابات ابتدائي. احسب لي يا عم الاول البروبابيلتي. البروبابيلتي بتساوي 1 على 4 ان. الان عندك كام؟ اربع قواعد، اللي هم مين؟ اللي هم هنا A, G, C, T، يبقى 1 على 4 ، 1 على 256. طيب انت عايز النمبر اوف سايت، انت السؤال عايز نمبر اوف سايت، عايز نمبر اوف سايت. يبقى النمبر اوف سايت بتساوي الجينوم سايز في البي. مين هي الجينوم سايز؟ اللي هي 6 × 10^6. مين هي البي؟ اللي هي 1 على 256. يعني كانك بتقول 6 × 10^6 × 256 هيطلع ب 2.34% في 10^4. طبعا آلتك الحاسبه بتكون معاك جوه الامتحان وانت بتذاكر دلوقتي. يبقى عدد السايت اللي هنلاقيه، هنلاقي 23400 سايت للانزيم ده موجود يقدر يقص على الجينوم سايز اللي بالحجم 6 × 10^6. مثال تاني، هاو ميني سايتس، ده صريح لانزيم اسمه الايكو ار 1 اللي هو اشريشيا كولاي 1، بيقص بلازميد اسمه بي بي ار 322. طيب انت كده لا اديتيني سايز ولا اديتيني الموقع، يعني لا اديتيني السايز بتاع الجينوم بيساوي كام، ولا اديتيني السايت بتاع الريكوجنيشن سايت بيساوي كام. هيجيك بلاك بوكس بعديها او نوتيفيكيشن موجوده تحتها بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الموقع بتاع الانزيم ده بيتكون من 6 بيس بير، تمام، والسايز بتاع الجينوم ده بيتكون من 4.36 كيلو بيز بير. كيلو بيز بير، لا انا بشتغل على البيز بير بس. يبقى ال 4.36 مبدئيا هضربها في 1000 عشان تطلع 4360 بيز بير، اوكي. طيب احلها ازاي؟ سهله جدا. هتقول اول حاجه ان البروبابيلتي بتساوي 1 على 4 ان. مين هي ال ان؟ اللي هم الستة بيز بير اللي قال لك عليها. يبقى 1 على 4 ، 6 ب1 على 4096. هتحسب النمبر اوف سايتس، هتساوي الجينوم سايز في البروبابيلتي، يعني 4360 جبتها منين يا دكتوره امل؟ جبتها من ال 4.36 تضربها في 1000 تطلع ب 4360 على 4096، بيطلع الناتج واحد وكسور. يعني معنى كده ان انا هلاقي موقع واحد فقط للانزيم ده على كل البلازمايد دي، اوكي. طيب مثال تاني، يا الله الموضوع بيصعب. لا هو هناك كان بيشتغل لك
على ان هو سنجل ستراند شريط واحد. هو هنا جاب السنجل ستراند والمقابل بتاعه فاشتغل على دبل ستراند، ما يفرقش معايا. انا يفرق معايا ان انا اشوف عدد القواعد. عدد القواعد هنا يا جماعه جي اي اي تي تي سي، عدد القواعد 6، من غير بقى ما اقرا المساله كلها. هنا عدد القواعد خلاص 6. السايز كام؟ 10 كيلو بيسبير. لا انا مش بشتغل على الكيلو، انا هضربه في 10 اس 3 عشان احوله للبيسبير. يبقى اول حاجه احسب البروبابيلتي. البروبابيلتي بتساوي 1 على 4 اس ان. مين هي الان هنا يا جماعه؟ هي 6 قواعد، هتطلع الاجابه ب 1 على 4096. طيب ان نمبر اوف سايتس بتساوي كام يا جماعه؟ بتساوي الجينوم سايز اللي هو مين؟ اللي هو 10 كيلو بايتس، اللي هي 10 كيلو بسبير، اسفه، اللي هي 10 في 10 اس 3، هتضربها في البروبابيلتي اللي هي 1 على 4096، هيطلع لك 2 وكسور. يبقى الاجابه هنا ان انا هلاقي موقعين فقط من الريستريكشن سايت موجوده في الجينوم سايز ده. طيب سؤال تاني بقى، هي دي فيها تركه. هاو ميني فريجمنتس، كام عدد القطع اللي هتنتج لما اقطع موقع قطع من 8 قواعد في جينوم سايز 5000؟ ايه ده بقى؟ انتي مش قايله لي ان انا احسب الفراجمنتس. لو انا جبت حبل وقصته من النص هينتج عندك كام قطعه؟ قطعتين بس. طب لو انا جبت حبل وقطعته ناحيتين مرتين من هنا ومن هنا، هينتج عندي كام قطعه؟ 3 حتت. اوكي، فخلينا الاول هنا، هو عايز يعرف، بيلعب عليك، عايز يعرف هو انت عندك كام موقع قطع، عشان بعد كده على حسب ما هتقطع على حسب ما هيكون الناتج. يبقى اول حاجه احسب البروبابيلتي. البروبابيلتي بتساوي كام؟ هو هنا كام قاعده؟ 8. يبقى البي بتساوي 1 على 4 اس ان، يبقى 1 على 4 اس 8 بكام؟ 1 على 65536. طيب عدد المواقع القطع بتساوي الجينوم سايز في البروبابيلتي. مين هنا الجينوم سايز؟ اللي هي 5000. مين هي البروبابيلتي؟ 1 على 65536. الاجابه هتطلع 7 من 100، تقريبا 1. يبقى انت لما هتقطع مره واحده بس عندك استك وقصته من النص هيطلع قطعتين، يبقى ال one size هيديك 2 fragments. طيب يبقى هنا عشان ما اقعدش اجيب الآلة الحاسبة بتاعتي، انا لو حفظتهم لما ال n بتكون 4 يبقى هتطلع 4 اس n ب 256، لما تكون ال n بتساوي 6 يبقى 4 اس n ب 4096، لما تكون ال n بتساوي 8 يبقى الأربعة أس إن ب 65536. لا آلة حاسبة ولا الدنيا مستاهلة، وهو ما هو مش هيجيب لك في الامتحان أكتر من الأربعة والستة والثمانية. طيب نوعية المسألة اللي هتيجي بعد كده إيه؟ هيضحك عليك، هيقول لك أنا عندي إنزيم بيقطع كل 256، يبقى الموقع التعارف بتاعه بيتكون من كام بسبير؟ خلاص عرفتها، من 4. عندي انزيم بيقطع كل 65536، يبقى الموقع التعارف بتاعه بيقطع كل قد ايه؟ كل 8. تمام، ادي اهو السؤال. تحس انه صعب بس هو حسابات، حسابات ابتدائي. تمام، a new restriction enzymes، ده اختصارها. تمام، from a bacterium cuts DNA، بيقطع DNA into fragment، بالقطع حوالي متوسط القطع 256 قاعدة. تمام، how many base pairs، كام قاعدة في الـ DNA constitute the recognition site for the new enzymes، كام قاعدة بيكون موقع القطع للإنزيم الجديد اللي اكتشفوه ده؟ خلاص انت قلت لي ان هو بتساوي 256، يبقى البروبابيلتي 1 على 4 اس ان. هو هنا بيقول لك ان الواحد على 4 اس ان بتساوي 1 على 256 اللي هي هنا دي، يبقى معناها ان الاربعة اس ان بتساوي 256، يبقى هنا الان بتساوي 4. طيب ممكن في الامتحان
او في مسألة يجيب لك كلام. انا بحاول ابسط لكم الكلام اللي هيجي في المسألة اللي بعديها. يقول لك جملة كده في المسألة: the restriction enzyme has two fold rotational symmetry. يعني ايه؟ يعني ان الريستريكشن انزايم دوت عنده سيمترية تو فولد، يعني في الاتجاهين. يعني عايز يقول لك ان هو بلاندروميك. يعني عايز يقول لك ان انت هتقراها من 5-3 على الشريط اللي من فوق كانك بتقراها من 5-3 على الشريط اللي تحت. ده كلمة معناه has two fold rotational symmetry. هو بيلعب بألفاظ المسائل، تمام؟ فاحنا ما نخافش من ألفاظ المسائل. انا بطلع المعطيات واحل بيها. اول حاجة هنا بيقول ان الافريج سايز بتاع الجينوم بتاع الفريجمنت اللي طلع 4096. احسب عدد القواعد اللي موجودة في الريستريكشن سايت. خلاص انا عرفتها، انا لمحتها. ادام هي 4096 يبقى الكوجنيشن سايت بيتكون من 6 على طول، تمام؟ نحلها بالمسألة ان البروبابيليتي بتساوي 1/64. انت بتقول لي هنا 1/4096 يبقى 1 بتساوي 1/64. يلا 64 بتساوي 4096، على الاقل الحاسب يبقى لان بتساوي 6 بس. لو انا حفظت الجدول اللي انا قلت لكم عليه من قبل من شويه يبقى خلاص اعرف احلها من غير ما ادخل في المتاهه دي. ده الجزء رقم 2 خلص. ابدا معاكم في الجزء رقم 3.